ايه موضوع بقى الزملكاويه اللي طالعه دي؟ وفي دايما بحس ان في علاقه خاصه مع جميع نادي الزمالك وبيتابعوك وليك افكار وليك اراء دايما جريئه بتقولها. هو الفكرة كلها ان انا مؤخرا ابتديت اتجه لحتة السوشيال ميديا دي، بقيت اطلع الموبايل قدامي واقعد اصور واقول حاجات وبتاع، فسبحان الله هي جت كده يعني، جت بالصدفة، طلعت قلت مرة رأيك في حاجة فكملت، لقيت الناس حابة الكلام اللي انا بقوله، لان انا في الاخر ولا كنت شغال في النادي ولا كنت منسي، فطلعت قلت كلمتين فالناس حست ان انا بقول الكلام اللي هم اللي بيعبر عنه. لا في الاخر انا راجل زملكاوي يعني، بعيد عن ان انا لعبت كورة، انا بقول الله يرحمه كان بيشربني الزمالك. ف جت ازاي دي؟ انت هي قلت لي ايه ان هو ليك اصول من اسوان والنوبه، النوبه، صح؟ انا نوبي انا اهو عارف ان كل اهل النوبه الحقيقه يعني بالظبط. عاشقين للزمالك، اه وطبعا حوالين شيكابالا نفس بالظبط نفس بالظبط. الدايره يعني. انا ابويا الله يرحمه يعني كان بياخدني وانا عندي وانا عيل صغير، كان بياخدني مع نادي الزمالك اسكندريه، رحت مثلا حضرت ماتش الزمالك والاتحاد 2-0، كان اللي جاب الجونين كابتن اشرف قاسم، كابتن عفت نصار، انا فاكر الماتش ده، ودخلنا غلط مع جمهور الاتحاد، وهو واحنا داخلين قال لي اوعى تفتح بقك لو الزمالك جاب جول كنت عايشين في القاهرة ساعتها؟ في القاهره، اه مش رحنا عشان دي. خاطر نادي الزمالك، ودخلنا بقول لحضرتك الزمالك يجيب جول نروح باصين في الارض عارفين نفتح بقنا. رحت حضرت في بورسعيد، وحضرت زمالك والمصري هنا في القاهره، كان الزمالك خسران 1-0 الشوط، وكسبنا 2-1 مش فاكر كان مين اللي جاب الجول بالظبط. الملخص اللي بيجي هنا على قناه نادي الزمالك بتاع ماتش الزمالك والمصري ده انا ظاهر فيه، في واحد كده بيطلع اسمراني لابس بدله بتاعت حنف القبعه الجينز دي، ده انا لا لا، كان عندك كم وانا سنة ماسك ساعتها؟ العلم، هو كان سنه 98 تقريبا، كان عنده 10 سنين. ف وكنت بقابل بقى هناك علاء علي الله يرحمه، الله كنا يرحمه. بنروح نتقابل في الاستاد صدفه يعني، هو رايح لوحده وانا رايح لوحدي، بس كنت ساعتها بتلعبوا في النادي؟ كنا بنلعب في النادي وعلاء كان بيلعب في النادي الله يرحمه. وعلاء، اه احنا وعلاء جايين مع بعض انتوا جيل واحد 88؟ بالظبط، جيل ومين واحد. فرقتكم ومين تاني؟ كان فرقتنا حازم، حازم امام حازم الباك امام رايت. انا فاكر بالظبط، تصعدتوا في الوقت اللي احنا كنا لسه في موجود في بالظبط، الزمالك. واحمد فرج اللي بعد كده راح النادي الاهلي ده برضه جيلنا. عبد الرؤوف معاكم؟ لا عبد الرؤوف 6 86 غين، اكبر قد مننا شيكابالا، بسنتين. احمد اه غانم. بالظبط. فمن هنا بقى الواحد ابتدى يتعلق بنادي الزمالك ويحب نادي الزمالك، وابتدي خلاص ابويا حطيني على التراك وانا بقيت اروح لوحدي بقى خلاص يعني، حتى لما كنت بروح معاه وكان بيقعد مقصوره، انا كنت اقعد اتخانق معاه، انا مش عايز اقعد مقصوره، انا عايز عايز بقى اشجع. تشجع وهتافات وكده. والتالتة زمان كانت في وش المقصورة، ما كانتش على الجنب، فقلت له انا عايز اروح اقعد مع الناس دي فين وفين. لما ابتدى بقى يقتنع ان احنا نروح نقعد هناك، كان هو طبعا مش هيقدر يجاري الشباب والتشجيع والحاجات دي، فقال لي كمل انت المسيرة بقى. حتى انا بنتي بناتي انا بعمل معاهم كده، خدت بنتي وعندها 3 شهور نهائي الكونفدرالية، اتبهدلت طبعا وانا كمان اتبهدلت، بس انا عايز ازرع فيها زي ما ابويا الله يرحمه عمل معايا، فعايز ازرع فيها حب النادي، انا نفسي تطلع تلعب حاجه في النادي حتى لو بلي، بس نفسي اسمها يقترن بنادي الزمالك.